في مكان محدد بس اللي هو الجزء اللي حصلت منه الاصابه مش قال له اصابه.
طيب سامي، قلنا كاركترايز ذا بوي سادن ديث، الهواء بيموت فجأة وبيحصل إن بيخرج حركة كلوزد بلاد بيبقى لونه دارك من الناتشرال أورفيسز. زي ما قلنا شوية إن البلاد اللي بيبقى خارج دوت بيبقى دارك، حد عارف سبب إيه اللي هو الزوكس هي دي الاكسجين البلاد بيطلع بيطلع بالليحه فين كده. تمام، الاسراكس بتاثر على السيرادو سنتر في البيضله والجلده. انت طلعت في التلفزيون يا اسطى. فبيعمل اسفيكسيا، بيقلل الاكسجين ويزيد ثاني كربون فبيبقى البلاد دار. طب ليه عمره اتوليتي بره البنات؟ في جايز اهو حد من الولاد بيقول لك واحده من البنات يا اهلا. طيب ماشي، احنا قلنا ان السيميا كويس قوي شويه، ده الابيوس السيميا بتميز باربع حاجات بتحصل. يبقى عندنا الديتيكال والكاربوتيك هيموريج في السيراس والبريز، في بيحصل سوالينج في السبيوتينس، سبيوتينس سوالينج ده بسبب الايديما والهيموريج. ثالث حاجه السيلو سانجوينس فلويد في البادي كافيتس، ايه السيلو سانجوينس فلويد؟ دوت بيبقى فلويد ميكستشر من السيراس فلويد والبلاد، فهو دوت السيراس سانجوينس. في رابع حاجه الليفر والكدني بيحصل فيهم ديجنريشن، بيبقى لونهم بيل وفيريبل، يبقى هم دول اربع حاجات اللي بيتميز بيهم اي اكيوت سيمي. خامس حاجه عندنا بقى في الموضوع دوت، فاكر لما شرحت الباثوجينيسيس قال ان اول حاجه بتحصل بتاثر على الريجنال ليف نود، الليف نود اللي بتبقى في المكان اللي دخلت منه البكتيريا. طيب بيحصل فيها ايه بقى؟ فبتورم بسبب الليمفادينايتس اللي هو انفلاميشن في الليف نود ديت، بيحصل فيها هيموريدج وهيموريدج وايديما. الاسبرين، الاسبرين ده حاجه مميزه للمرض دوت. الاسبرين بيحصل فيه تلخم بشكل كبير جدا اللي هو اسبرين وميدالي، ودوت باثوجنوميك ساين للليجن ده. طب في حاجات كتيره بتعمل اسبرين وميدالي، اشمعنى دوت اللي هو باثوجنوميك ساين للمرض ده؟ عشان هنا بيبقى كبير بصوره ملحوظه، بيبقى كبير جدا. وفي صوره تطلعها ورقه في البرزنتيشن بتاعها بيبقى مقارنه بين النورمال والابنورمال الاسبرين، بيبقى كبير بشكل ملحوظ، والمور دارك بيبقى دارك وسوفتر زي النورمال. اللوكالايز فورمولا، صغير اللوكالايز ده بيحصل في مكان محدد اللي هو المكان اللي حصل من خلاله الاصابه. فبنلاقيه في الهورس والبيك والدوكس. بيحصل فيهم ايه؟ قلنا اول حاجه طبعا الليفادينايتس اللي هو الريجنال الليفاتكس اللي بتاثر عليها اول ما يخش البكتيريا، وفارينجايتس وبيحصل ايديما في الفيس ونيك والسرود. تمام؟ الهورس بيحصل فيه المان بيحصل فيه مالجنت كاربانكل، المالجنت كاربانكل دي اللي هي كاميرا خبيثه اللي هي الاصابه عن طريق الكذب اللي هي بيوتينيوس انسرس. شوف الصوره ليها هي دي، تبقى ندبه كبيره وبيبقى فيها الانفس فلويد كتير. طيب قلنا احنا قلنا المان بيحصل فيه مالجنت كاربانكل، والثانيه اللي فاتت اتكلم عليها اللي هي المور سولترز ديسيز. من الحتتين دول بيسمى المرض برضه باسامي ثانيه، احنا قلنا انسرس ومالجنت كاربانكل بيبقى اسم ثاني المرض بسبب الحته المميزه دي، والمول سولترز ديسيز برضه اسم ثاني. وفي الاسبرين وميلاني احنا قلنا برضه باثوجنوميك ساين للمرض، فبرضه بيسمى الاسبرين فيفر. الماكروسكوب قلنا برضه الكاركاس بتبقى بيخرج منها الدارك اند بلوز البلاد من الناشونال اورفيس بتاعتها، وقلنا الحته دي بقى يعني سمعناها كتير ان الكاركاس اللي بيبقى فيها المصابه بانثراكس ممنوع ان هي تتفتح في المكان بتاعها عشان بيبقى فيها لسه السبورز، السبورز بتخرج منها تقدر في السويل وبتقدر بقى السنين كتير ممكن توصل ل 50 سنه، فبيبقى ممنوع ان الجثه تتفتح في المكان ده. وكان في جمله قالت لنا if you suspect anthrax don't open the anthrax. خش على الله ولف كويس. خش على الله ولف كويس بيلاقوا كونجستد وبيبقى فيهم هيموريدج. اللونج هنا بنلاقيها مسرقه بتحصل سيانوزس. سيانوزس جه من ايه؟ بسبب الاسبكسيا اللي حصلت من التاثير على الاسبيرادو سنتر. وهنا برضه نفس الكلام. الاسبرين قلنا بيكبر لو فتحنا مش فاتحين ده بيبقى مور دارك، بيبقى دارك عن السن النورمال وبيبقى كبير جدا بشكل ملحوظ، لكن فوق ده النورمال بيبقى خفيف السن وبيبقى اصغر من التكتيك. دوت المنجايتس بيأثر على المنجايتس
طيب قلنا في البيت والحرص الكلام اللي قلناه دوت خاصه السبينينو ميدالي بيحصل في الكتل والشيب انما البيت والهورس بيحصل فيهم حاجه ثانيه بنلاقي في سويلنج في السروت ده في البيت دلوقتي بتكلم في البيت في سويلنج في السروت وفي انفلاميشن في الانتستاينال رو ساعات بنلاقي سويلنج في الدايفرام سويلنج في الدايفرام دوت بيبقى معاه بلاد ستين فلويد موجود في الابدومينال كابس غير ان هو الحاجه اللي انا بتكلم عليها بقى هنا في البيت ان السبيلين بيبقى نورمال ده غالبا بيبقى نورمال ليه نورمال؟ عشان احنا قلنا البيت والهورس والهورس برضه هيبقى كده قلنا البيت والهورس لوكالايز انفكشن لما قلنا على الفورمز كان في سيبتسيميك وفي لوكالايز اللوكالايز يعني ما وصلش الدم البكتيريا ما وصلش الدم فمش هتوصل للسبيلين فهنا لقينا السبيلين ايه؟ نورمال طيب المايكروسكوبيك المايكروسكوبيك بيبقى سهل بتاعه لان احنا بيبقى في بكتيريا بتبقى موجوده في تحت المايكروسكوب فبتبقى سهله قوي ومميزه للجماعه. طيب بنلاقي ايه؟ بنلاقي باسيلاي اللي هي البكتيريا باسيلاي سانسيروزيس بنلاقي كومن هيموريتش ايزيما فايبرين ونيكروزيس. الحاجات دي بنلاقيها فين؟ في السبلين وفي اللنج. وقلنا طبعا اول حاجه بتتاثر الليمف نودز. الليمف نودز بتاعت المانديبولار والبرونكيال والميديا سباينال والميزنتري الليمف نودز. ساعات بنلاقي هيموريتش وباسيلاري نيكروزيس هنا في البرين عشان ما يبقاش كل حته برين هنلاقي الباسيلاي هي هنا صغيره قوي بس لو زودنا بار بتاعها نشوف الباسيلاي بتبقى رود شيب زي ما شفناها كده في الماكرو بيوتش والبلاد فيزز بتبقى كونتشست. طيب هنا ليف نوت بنلاقي في هيموريتش والهيموريتش بيبقى اثر على الفويد فوليكلز فبيبقى اللي باين دوت البقايا بتاعت الفويد فوليكلز لكن اللي منتشر كويس زي ما احنا شايفين اللي هي مرتش الهيد فيلاي مرتشة اللار بنلاقي في ايزيما وفي فايبرين بس اللاي طبعا وفي انفلاميشن في البري الفلار بلاك كابيلاريز اللي هي كونسيستنت هو بيكون باينه ولا بري الفيسيستنت بيشوف برضه البكتيريا فيها وبيبقى كونسيستنت السبلين بنلاقي البكتيريا وبنلاقي الهيموريتش وبيبقى فيه انفلاميشن انفلاماتوري سيلز من النيوزل فيلدز ان الهارت بنلاقي في الكورونري فيسلز بنلاقي فيها بكتيريا وبنلاقي الكونجيشن في البلاد فيسلز اخر حاجه بنتيريال انسلبس اللي في الجلد بنلاقي فيها اربع حاجات بنلاقي الصب ايبي ديرمال ايديما بتبقى ماسيف زي ما احنا شايفين كتير جدا بيبقى فيه نكروزز في الديرمس نفسها في السكين وبنلاقي تحت الفلتريشن في الماتر سيلز من النيوترون فيلدز وفي ثرومبوزز في البلاد كابيلاريز. شكرا. تعجبت خد اقفل اقفل